مالك يا بيسا؟ فيه لا ما فيش يا انشطة، انا كويس. بيسا انا انشطة مربيك على ايدي، شكلك شايلة كتير قوي يا بنتي. بقول يا انشطة، هو احنا مش هنعمل حاجة في الليلة اللي احنا فيها دي خالص؟ ليلة ايه يا مغزى؟ ليلة المدرسة اللي نزلت علينا من السماء وما استفدناش منها بنكده دي. ومين قال لك يا حبيبتي ان احنا ما استفدناش؟ احنا عملنا الشغل احلى شغل فيها، وياما جمعنا فلوس منها، ده انا صوابعي بيشت من كتر عد الفلوس. فلوس ايه يا نشطة؟ هي كل حاجة فلوس؟ فرقنا ايه كده عن شوكار؟ انها اغنى مننا. بتكلم جد يا نشطة، هي الليلة مين معاه كام ولا مين بيعمل ايه؟ ما عندك احنا اهو، ما دخلنا المدرسة وعملنا فلوس وما تقدمناش خطوة واحدة، والعيال بتوعنا ما دخلناهم المدرسة وهم لسه هناك ومش فاهمين أي حاجة. ريحي ظهرك يا بيسا، العيال بتوعنا دول دماغهم مقفلة، هنعمل لهم إيه يعني؟ لا يا قنشطة، عيالنا دماغهم مش مقفلة، عيالنا يجي منهم برضك، بس هم محتاجين فرصة بس. مش يمكن نعرف نعلمهم؟ مش يمكن نعرف نخليهم يبقوا أحسن؟ على الأقل يبقوا أحسن مني ومنك. بلاش العيال التانية دي برضك، مش يمكن نعرف نوفر على أهاليهم دم قلبهم اللي بيدفعوه ده؟ مش يمكن نعرف نخليهم أحسن من كاظم، ما يطلعوش كده دلوعة ومعتمد على فلوس أمه؟ وعهد الله يا بيسا كلامك سليم وزي الفل، بس هنعمله إزاي يعني؟ معرفش، نفك يعني. ليلة الأوتوبيسات اللي أنت ماسكها دي مش كده كده كسبانة؟ ليه نمص دم الناس؟ ليه نخليها غالية كده؟ غالية؟ أمال شكار دي تبقى إيه؟ أغلى، بس إحنا برضك مزودتها يعني. بذمتك لو حسبت تكاليف الأوتوبيسات دي، صيانتها وسواقينها وبنزينها وكل حاجة، هتاخد من العيل الواحد الرقم اللي أنت بتاخده ده؟ بصراحة لا. طيب يبقى بكرة بقى تعمل لي كشف في كل تكاليفك كام ومكسبك كام، وتجيبه لي على المكتب، وبإذن الله تبقى أول خطوة. يا بيسا اللي بتقوليه ده، أنت جايباني مثبتاني في البلكونة هنا ومش عارفة أصلح حاجة في المدرسة، وجاي تشتغل عليا أنا في الأوتوبيسات؟ أنا غلطان، أنا قلت لك الصراحة بقى. معلش يا أنشطة، عشان خاطري عايزين نحاول نصلح الدنيا حتة حتة، وبإذن الله نبقى أحسن. والنبي